كان رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط بالسعودية، واليوم كل الملف الرئاسي متوقف على موقف سعودي، لأن لا فريق الثنائي الشيعي بده يستفز السعودية ولا حتى الفريق الآخر قادر يتجه باتجاه سليمان فرنجية إذا ما كان في ضوء أخضر سعودي. هل سمع موقف واضح رئاسي من المملكة العربية السعودية؟ نحن عم نحط كل شيء على السعودية. السعودية هو الموقف العربي العام، هي بتمثله لأنه هي اليوم زعيمة العالم العربي، الأقوى الأغنى الأكثر تقدما. هذه المملكة اللي كانت موضع هجمات وكذا صارت اليوم برأس التقدميين في المنطقة، مجتمع كله عم بيتحول وعم بيتعمر وعم بيتغير، فعم بينحط كل شيء بالسعوديين. بس هذا الموقف العربي، ما في قرش عربي إذا بده يضل قرار الحرب والسلم والديمومة والثقافة والبقاء والاقتصاد في لبنان بطهران. ما عم بقول لك بدنا نعمل حرب معه، عملي توازن. بدك تطلعي من هذا المحور، ترجعي مش النقي بالنفس، عدم انحياز حقيقي إلى محاور هي عم تتناحر. يعني نحن ملنا بحرب اليمن إلى جانب حزب الله وإيران، ما فينا نكون، ولا بالعراق فينا ناخد طرف سني شيعي كردي، مش شغلتنا، ولا بسوريا فينا نضل نقر أنه هذا النظام اللي عمره 50 سنة صار ديكتاتورية من أبشع ديكتاتوريات العالم، في يمكن كوريا الشمالية بعد أكثر، بيروحوا بيسيروا كذا، راحوا قال راح وفد وزاري قاعد يدغدغ ببعض زملائهم وكذا. بالحكي هذا شو هذا؟ شو طلع؟ دخلك طلع سجين من سوريا، طلع سجين من سوريا، طلع خطوة من سوريا باتجاه استعادة النازحين. نحن بدنا نرجع النازحين. طيب في أرضية لترجعيها؟ في كلام حقيقي وجهد حقيقي بيأمن أنه فيك تجيبي شوية مال وتجيبي شوية ديمقراطية عبر القرار تبع مجلس الأمن اللي عمل فتح باب الحوار بسوريا، مش طير بيت الأسد، خليهم بس قال لهم بدكم تجيبوا المعارضة وتشاركوا معه، بروح أنا بسلم لبنان. استلموا سوريا وكسروها وما عاد موجودة. امبارح عم بيشكوا انه وزير الدفاع الامريكي راح على التنف او راح مدري وين عند الاكراد. ما خلوا شيء من سوريا، ما خلوا منطقة صاغ، حتى منطقة اخواننا واهلنا العلويين ما في عندهم 400-500 ألف شهيد اللي عندهم راحوا بهالحرب اللي عملوها على باقي الحرب الجيش السوري. ما فيك تكفي هذه المغامرة العبثية البشعة اللي صارت تشبه أوكرانيا شوي. يعني ونحن عم نتلقى هلأ كل تداعيات الحرب الأوكرانية. ما تفتكري الحل بلبنان صار أسهل؟ هلأ صار أصعب بكتير، لأنه صارت إيران فريق ضد بعض الأوروبيين اللي اعتبروا أنه صارت إيران بجنينتهم الخلفية، in our back yard مثل ما بيقولوا بمسيراتها وكذا. كانوا قبل انه ايران اصطفلوا انتو اياها، هلا صار هني بدهم يردوا عليها. بدنا نلجم كمان هذا العدو اللي اسمه مش بس اسمه اسرائيل، في عندك اسرائيل وفوق منها عندك نتنياهو وهذا الفريق المتطرف كليا. ما عدت عم تتعاطي مع بعض النقابيين واليساريين باسرائيل، عم تتعاطي مع خلاصة التعصب